خطوة جديدة من أجل تطوير منظومة النقل الجوي من خلال تطوير مبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولي. تشمل المرحلة الأولى من أعمال التطوير التشغيل التجريبي للمبنى، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير. احنا النهاردة بنحتفل بافتتاح الجزء الأول فيز 1 بالنسبة للركاب رقم 2 في شرم الشيخ. المساحة كانت عندنا 19,000 متر بقت 30,000 متر. تم تجهيز المبنى بأحدث أجهزة السي تي اكس اللي هي الخاصة بالكشف عن الحقائب. عندنا جهازين، عندنا 28 كونتر، عندنا سيور جديدة، عندنا بوابات اكس راي وبوابات تفتيش عن المعادن جديدة. عندنا بقى في 4 مراحل لمصادر الكهرباء بالنسبة لتأمين المطار بالنسبة للكهرباء لو الكهرباء اتقطعت. شملت هذه المرحلة توسيعة مبنى الركاب رقم 2 من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية مما يضمن عدم وجود أي ثغرات أمنية داخل المطار. تطوير جاي على شرم الشيخ وزيادة الطاقة الاستيعابية لعشرة مليون راكب وزيادته بجميع الأجهزة الأمنية على أعلى مستوى، يعني بنتكلم على إذا كانت كاميرات، إذا كانت أجهزة حرارية، إذا كان بحيث كشف حراري على أي حاجة تعدي داخل مطار، عمل أسوار، أجهزة الإكس راي، الشنط نفسها بقى عليها الليبل اللي يشوف تحرك الشنطة نفسها، منظومة السيور، منظومة الكاونترات، كل ده تم تطويره الحمد لله. يهدف هذا التطوير إلى استيعاب أعداد الركاب المتزايد والمتوقع تزايده بشكل أكبر في موسم الشتاء الحالي، خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية بعودة رحلات الطيران المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، فأصبح من المتوقع زيادة أعداد السياح القادمين إلى هنا. ده مرحلة من مرحلتين إن شاء الله لزيادة السعة في مطار شرم الشيخ من 7 مليون إن شاء الله ل 10 مليون راكب، واحنا حريصين ان شاء الله في خلال السنين اللي جايه ان شاء الله نضاعف الاعداد نظرا لان مدينه شرم الشيخ هي مقصد سياحي عالمي مهم لمصر ولجميع شعوب العالم، وبالتالي احنا حريصين ان احنا نطور امكانياتنا دايما بشكل دايم بحيث يتناسب مع المطالب اللي هو المستقبلية. محاولات كثيرة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين لتتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي ليشمل تطوير مطار مدينة السلام وكافة المطارات المصرية.